فكان دايما يقول لك بيكو احسن من ترسو، بيكو اللي هو البلمونري احسن اللي هو الاورتيك من اللي هو الميترال، ترسو اللي هو الترايكاسميد. خلاص كده بيكو احسن من ترسو، تمام كده. طيب وبنقسمهم بقى ازاي؟ انت خلاص انا هبدا بالكارتريج، يبقى 3 كارتريج، 3 كوستال كارتريج، 3 انتركوستال سبيس، 4 كوستال كارتريج، 4 سبيس. انا عارف ان انا بعيد وزيد، بس الحته ديت يعني حته مهمه وفي نفس الوقت بتلخبط شويه فنركز فيها. خلاص كده طيب، يبقى دي كده الايه السيرفيس. برضو في حاجه تانية، انت كده حددت الليفل. طيب فين بالظبط؟ هنا عند الكوستال كارتريج مع الاسترنال انجل، هنا عند المارجن بتاعت الاسترنال. انت تخيلت الاسترنال ما هي تقريبا يعني مش باين قوي، خد بالك، بس تقريبا يعني هنا منطقه التقاء الكوستال كارتريج بالاسترنال، هنا عند الاسترنال انجل وخلاص ماشي. هنا يقول لك عند الليفت هاف اوف ذا سترنم، يعني النص الليفت من الاسترنم، كان الاسترنم دي احنا بنقسمها. بص رسمت لك رسمه جميله رائعه هي للاسترنم، هو بس مش باينه قوي. فاحنا مثلا زي ما يكون بيرسم خط كده اهو، دي الاسترنم. تيجي شوف ابداع يا جماعه، ابداع. خلاص كده طيب اهو ده الخط بتاعنا اهو، وده يعتبر ده الجزء الرايت هاف من الاسترنم، وده الليفت هاف من الاسترنم. يعني ديت اللي كده منطقه التقاء الكوستال كارتج بالاسترنم، دي الاسترنال مارجن، دي عند الليفت هاف اوف ذا سترنم، دي عند الليفت هاف اوف ذا سترنم، دي يعني بيقولوا عند الميدل اوف ذا سترنم، عند الميدل اوف ذا سترنم. ارجو ان هي يعني ايه ما تكونش صعب. خلاص كده يبقى دي كده عند الليفت هاف اوف ذا سترنم، ودي عند الميدل اوف ذا سترنم. طيب الاسهل بقى منها دي سيرد كوستال كارتريج سبيس، فورس كوستال كارتريج سبيس. طب فين تحديدا منطقه التقاء الكارتريج بالاسترنم؟ عند المارجن بتاع الاسترنم، في الليفت هاف اوف ذا سترنم، في الميدل اوف ذا سترنم. وزي ما قلنا في اختلافات، وده مش شائع، مش هتلاقيه في كتب كتير، انه احيانا بيجيبوا الايه البيكو احسن من المايترال، ده احيانا بيجيبوا المايترال ده يعني الناحيه دي كده شويه. خلاص كده مش بيجيبوه هنا، فهي اختلافات ما بين دي كتب، بس غالبا كتابك هتلاقيه اللي الرسمه دي ماشي. وزي ما قلنا السكيم الشهير بيكو احسن من ترسو، بالمونري اورتيك مايترال ترايكاسبن. والبيكو والترسو دول كانوا تقريبا منطقتين موجودين في السينما، كانت الناس بتتفرج، فكانت البيكو دي كانت احسن. وده سكيم اخدته من استاذي دكتور ايهاب. انا عارف بس ان هو لازم ده جزء من التاريخ يا جماعه، لازم انت ايه تجيبه، انت يعني تقول انت اخدت السكيم مين عن مين عن كده يعني. طيب كلام جميل. طيب خلاص كده يا شباب، كده الجزء اللي عليك في علم الاناتومي خلص. يعني انت كده تمام، انت كده يعني ازاي انك تجيب الفالفات من على السيرفيس، سيرفيس اناتومي اوف ذا فالفس، ده كلام مهم، وده مهم ليك في الامتحان في علم الاناتومي، واخد بالك. طيب انما يعني سيد الرئيس، انا يمكن ما يهمنيش قوي في علم البطنه او في علم الكارديولوجي او في الكلينيكال، ما يهمنيش السايت بتاع الفالف، موقع الفالف فعلا ما يهمنيش، انما اللي يهمني انا بسمعه فين. خلاص كده يبقى لما تيجي بقى ان شاء الله انت في علم البطنه، خلي بالك مش عايز ان انا اصعب الموضوع عليكم، مش يعني مش هتكلم بالتفصيل انا بسمع فين كل فالف يعني، دي بس تبقى انت فاهم بس الفكره او الفرق، عشان لما تيجي قدام في البطنه او في الكارديو تبقى فاهم الفرق، انه في فرق ما بين السايت بتاع الفالف او موقع الفالف، وما بين انا بسمع الفالف فين. يعني على سبيل المثال عشان تفهم بس الفكره عامه عامله ازاي. خلاص كده ده مثلا الايه وليكن الايه الدم مثلا اللي هو هيطلع هنا من الليفت فنتركل اهو، وهينقبض الليفت فنتركل وهيطرد الدم هيطلعه في الاورطه. فهنا الفكره الصوت بتاع الفالف بينتقل مع الدم، مع انسياب الدم. خلاص كده يعني انا هنا بيبقى لما بقفل مثلا الاورتيك فالف، ده الفالف ده اللي هو الاورتيك فالف بيعمل صوت. خلاص كده الصوت ده بينتقل مع الايه الدم، الدم ده هيبقى ماشي فين؟ ماشي ناحيه الاورطه، فاسمعه هنا في المنطقه دي، يبقى انا كده سمعت الاورتيك. عشان كده تلاقي ايه، بص كده الحته دي عشان بس دي مهمه ليك انت قدام. خلاص كده تلاقي هنا بسمع ادي ايه الاوسكالتيشن اوف ذا اورتيك فالف. خلاص كده يبقى ده السايد بتاعه فعلا، ده مكان الاورطه ما بين الليفت فنتركل والاورطه، لكن لما الدم بيجري بينقل الصوت في الحته دي. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ نفس الكلام برضو ادي الايه البلمونري ماشي، البلمونري الدم بيبقى طالع من البلمونري فالف ورايح للبلمونري اتري، فانا بسمع الصوت بتاعه هنا، يبقى ده الاوسكالتيشن اوف ذا بلمونري. خلاص كده طيب نفس الكلام في الترايكاسبيد، نفس الكلام وهكذا. طيب يمكن اهم واحده انا يعني بحب ان انا يعني اتكلم عليها اللي هي الميترال فالف، ده الميترال فالف والاوسكالتيشن اوف ذا ميترال فالف. الدم بيبقى جاي من الليفت اتريوم وبيمشي في الميترال فالف وبعدين بيخبط في الليفت فنتك، ده طبعا بيبقى جاي ويخبط هنا في المنطقه اللي هي بنسميها الايبكس اوف ذا هارت، وعند الايبكس اوف ذا هارت بسمع الميترال فالف. تقول لي يا عم ازاي ده الميترال فالف فوق اهو، ده حركه الايه؟ حركه الدم اللي بتيجي بتجيب صوت الايه؟ الفالف وهو بيقفل. خلاص كده طيب. يبقى دي فكره الايه؟ الاوسكالتيشن او فكره ان انا اسمع صوت الفالف وهو بيقفل من خلال الايه؟ الصوت اللي بينقل مع الدم، وده غير السايت اوف ذا فالفس.